إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في ظل تغير مواقف الدول الداعمة للاحتلال واستمرار الأخير في انتهاكاته، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاويش، وعبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف. مرحبا بكما في بانوراما الرافدين من قناة الرافدين الفضائية. وأبدأ معكم أستاذ ماهر، كما تعرفون جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة في وأيضا في منطقة محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني في مستشفى كمال عدوان، ولكن في تحت هذا العنوان هل بات الاحتلال لا يخشى رادعا في العالم بعد تكرار مجازره أستاذ ماهر؟ نعم، حياك الله أستاذ الكريم، أشكرك على هذه الفرصة، وأيضا أشكر ضيفك الكريم. يعني لا شك هذا الاحتلال واضح أنه لا يلتزم بأي، يعني لا يلتزم بأي رادع، ولا يجد أي مشكلة في يعني تطبيق كل ما يتعلق بما يمكن وصفه الإبادة الجماعية. يعني الآن على مدار أكثر من 72 يوم شاهدنا يعني تجاوز لكل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف وكل ما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان ارتكبه هذا الاحتلال، بالقصف للمشافي، للمستوصفات، لمراكز الإيواء، لكل البنى التحتية. الآن يهجر أكثر من 2 مليون كما ورد في تقريركم، وبالتالي هذا الاحتلال لا يرتدع نهائيا، وهذا الاحتلال يتصرف وهو مطلق اليدين تماما، لأنه يأخذ دعما واضحا من الولايات المتحدة الأمريكية، يصل هذا الدعم حقيقة إلى حد التباهي. وكل ما يقال عن يعني شيء من الخلافات هو كما جاء أيضا في التقرير، هو شيء متعلق فقط في إدارة هذه الحرب. أما من الناحية العملية، الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الاحتلال متفقين تماما على قضية إنهاء المقاومة، متفقين تماما على كل أهداف الحرب، لكن ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تتأخر أو تتراجع في قضية تصريحاتها، أو نلمس نوعا ما أن هناك يعني انخفاضا في سقف وحدة التصريحات. أنا أعتقد هذا مرتبط بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة في الانتخابات، وليس فقط بسمعتها العالمية. هناك تمت يعني اختبار، وهناك تمت انتخابات هي التي تجعل يعني تصريحات الإدارة الأمريكية وعلى رأسها بايدن نشعر أحيانا أنها في تراجع نوعا ما. لكن من حيث المبدأ، الولايات المتحدة الأمريكية داعم رئيسي لهذا الكيان، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي رأت هذا الكيان بعد أن أنشأته بريطانيا، وبالتالي هناك نوع من الدعم غير المحدود من الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتحاد الأوروبي، مع وجود بعض يعني الاختراقات، لكن هذه الاختراقات مع الأسف سواء من بعض دول الاتحاد الأوروبي أو من يعني حتى مؤسسات مجتمع مدني أو أهلية أو شعبية لا ترتقي إلى مستوى التأثير الفعال بحيث نصل إلى على الأقل وقف لإطلاق النار، أو بالحد الأدنى إلى أن يكون هناك ممر إنساني آمن من أجل يعني دعم وإنقاذ المدنيين الذين كما قلنا تجاوز عدد النازحين 2 مليون. دكتور محمود، يعني في هذا السياق حتى لا نغادر هذه النقطة، كيف تقرؤون تبريرات الإدارة الأمريكية ومستشار أمنها القومي لاستهداف الاحتلال المدنيين، وحيث أن الإدارة الأمريكية تعهدت بالضغط على إسرائيل لتلافي هذه الانتهاكات التي تحدث خاصة للمدنيين في قطاع غزة؟ يعني أولا نحن نتحدث عن تشكيلة معقدة للإدارة الأمريكية. المفاصل على مستوى مجلس الأمن القومي CIA كبير المستشارين هم من اليهود. الأمر الآخر، بايدن هو يحاول أن يوازن ما بين وجود 14 عضوا في مجلس النواب والكونغرس يعارضون هذه الحرب، وبين أصوات لدى حتى من قاموا على الحملة الانتخابية السابقة لبايدن، ومن أشخاص آخرين على مستوى كتاب وقادة رأي يقولون بأي حق أن أموال الضريبة التي تجبى من المواطن الأمريكي تذهب لرعاية دولة أخرى مستقلة. هو يسعى لعمل نوع من البروباغندا والدعاية، ولكن على أرض الواقع نحن نتحدث عن فقاعة، هذا أمر فقط للتسويق الخارجي والداخلي ضد الأصوات التي خرجت لتناهض هذه الحرب، سواء على مستوى مسيرات أو على مستوى تحليلات في وسائل الإعلام أو على مستوى يعني منصات رقمية. نجد أن هناك حالة من الغضب الشديد ما بين المواطنين الأمريكيين وبين إدارة بايدن، ولكن على أرض الواقع كما أشار التقرير الذي بدأت فيه النشرة
أن هذه فقاعات إعلامية لا جدوى منها، لا تجسيد لها على أرض الواقع، هي عملية دغدغة عواطف مبنية على الوهم والكذب. ولكن أمريكا بما أنها تتعامل على أن إسرائيل هي جزء من الأمن القومي الأمريكي، ليس بمقدورها أن تضحي بهذا الكيان، وبالذات أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محكومة بعدد من العوامل بخصوصية كل دولة من هذه الدول، ولكن الكل يجتمع على معاداة العربي، معاداة المسلم، وهناك صراع حضارات هم يجسدونه، هم عمليا يعلنون نوعا من الصراع القائم على التحالف الصهيوني الصليبي. وعلى أرض الواقع أيضا أن بايدن هو يجسد الإمبريالية بأعلى درجات الانتهازية واللا إنسانية، وبالذات أن سياسته وسياسة إدارته تقوم على أساس التنكر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. طيب أستاذ ماهر، رئيس الأركان في جيش الاحتلال بيني جينتس أكد يعني في تصريح له أن الحرب صعبة في قطاع غزة، كيف يمكن فهم وقراءة هذا الاعتراف من قائد أركان الاحتلال؟ ما الذي نفهمه من ذلك؟ لا، هو هذا الاعتراف حقيقة نتيجة للفعل الميداني على أرض الواقع. نعم. هو لا يأتي، هو عمليا في تصريحاته يعكس نتيجة الميدان، وبالتالي نحن نلاحظ على مدار 72 يوم ما الذي حققه هذا الاحتلال. الاحتلال منذ بداية هذه المعركة، سواء عبر العملية الجوية أو بعد البدء بالعملية البرية منذ حوالي 47 يوم تقريبا، هو وضع هدفين أساسيين. الهدف الأول هو القضاء على المقاومة، هذه الأهداف المعلنة طبعا، والهدف الثاني هو استعادة الأسرى. فلو نظرنا إلى هذين الهدفين نجد أنه على مدار 72 يوم هو لم يحقق هذه الأهداف، لم يستطع أن يجلب أسيرا واحدا عبر العملية العسكرية، وأيضا لم يستطيع أن يلهي المقاومة. واليوم أيضا هناك تصريحات تقول بأنه يحتاج فقط في منطقة خان يونس إلى أشهر، بالتالي إذا يحتاج إلى حتى يحسم الأمر في منطقة مثل خان يونس إلى أشهر، هذا يعني أنه يحتاج إلى إنهاء القضية على مستوى قطاع غزة ربما إلى سنوات. وبالتالي هذا الصمود الميداني لدى المقاومة هو الذي يجبر قادة الاحتلال على الاعتراف أو على تصريحات مثل هذا النوع. وأيضا ليس فقط يعني النتيجة الميدانية، أيضا هناك ثبت واقع يعني بدأ يتسلل إلى قادة الكيان مرتبط بالنتائج على أرض الواقع. هم أصلا عندما ذهبوا إلى هذه العملية كان الهدف الأساسي من هذه العملية هو أن يكون هناك صورة نصر، لأنه حقيقة ما أحدثته 7 أكتوبر كان ضربة إلى ركيزة أساسية في هذا الاحتلال وهي قضية الأمن، وهذه الضربة للأمن أدت إلى تخلخل قضية الردع، وبالتالي كان هناك حاجة إلى إعادة التوازن وإعادة قواعد اشتباك جديدة مع المقاومة. بالتالي بعد كل هذه الفترة وجدوا أن هناك لا يوجد إمكانية واضحة لتحقيق لا صورة النصر ولا إلى تحقيق أهداف معينة. اليوم ليس هناك، لا يوجد بنك أهداف واضح لدى الاحتلال. ما نشاهده عبارة عن يعني تنفيذ لشهوة الانتقام، عبارة عن ضرب لكل البنى التحتية، ضرب لمراكز الإيواء، ضرب للمشافي، تنكيل بالمدنيين. الهدف الأساسي من هذا الأمر هو الضغط على هذه الحاضنة، على بيئة المقاومة من أجل أن يخلع المقاومة. أما على مستوى المقاومة فهو عمليا لا أقول لم يحقق أهداف، حقق أهداف، لكن ليست هي الأهداف التي يمكن أن يعود بها إلى مجتمعه الإسرائيلي ويقول بأنني يعني أعدت حجم الردع أو توازن الردع وأعدت قضية الأمن. وبالتالي حتى الآن لا يستطيع أصلا أن يجرؤ أن يقول بأنه قادر على إعادة المستوطنين في مناطق الغلاف، ولا يتحدث بهذا الأمر، يلقي ببعض التصريحات لكن على أرض الواقع هو يدرك تماما أنه لا يستطيع أن ينفذ ما يقوله من هذه التصريحات. دكتور محمود، مع كل ذلك نتنياهو يصر على سياسة الضغط العسكري لعودة المحتجزين، هل هذا التصميم من قبل نتنياهو على الحرب لتحرير المحتجزين هي حقيقية أم لأغراض سياسية أكثر منها حقيقية؟ يا عزيزي، مهم جدا أن نتحدث عن وجود خطة معلنة من اللوكود في اليوم السادس لهذه الحرب، وهذه خطة تقوم على أساس الاحتفاظ في قطاع غزة. يجب أن نفصل بين وجود دعاية وكذبة كبرى وهي القضاء على حماس والقضاء على المقاومة، لأن ما يتم القضاء عليه على أرض الواقع هو الشعب الفلسطيني. يجب أن ننظر إلى الأمور بزاوية كيف يكتب في الإعلام الإسرائيلي، كيف يتحدث المحللين العسكريين، كيف يتحدث
رئيس هيئة الأركان وزير الجيش الإسرائيلي كيف يتحدث سموتريتش وابن غفير وبنيامين نتنياهو شخصيا. نعم. الثابت في السياسة تجاه قطاع غزة الآن هي إنهاء فك الارتباط الذي قام به شارون عام 2005، وهذا ثابت أيضا بما يتعلق في الضفة الغربية. ما حصل عام 2005 أن شارون قال أن غزة يعني بلد فقير ليس فيه يعني خيرات، ولكن على مدار السنوات الأخيرة تم اكتشاف آبار ضخمة من الغاز الطبيعي، فإسرائيل لديها مخطط معلن وبالذات من حزب اللوكود ومن التحالف مع اليمين المتطرف الآن من أجل أن يدفع قطاع غزة تكاليف هذه الحرب مرتين، المرة الأولى بالانتقام من المدنيين وتدمير البنية التحتية على أمل تهجير ما أمكن من السكان، الأمر الآخر نهب الخيرات وصولا إلى تحقيق مخططين خطيرين. المخطط الأول نقل الغاز الطبيعي من الأراضي الفلسطينية إلى أوروبا عبر تركيا، وآمل بأن يتنبه الأشقاء في تركيا إلى حقيقة ما يكتب الإعلام الإسرائيلي عن هذا المخطط. والمخطط الثاني أن إسرائيل تسعى لعمل مخطط ما يعرف بقناة البحرين، وهي قناة تقوم على أساس نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت من أجل تحقيق خطوتين استراتيجيتين. الأولى هي الاستثمار في المجالات الزراعية والمجالات الصناعية، والثانية الالتفاف على قناة السويس على أمل إيجاد قناة أخرى. وهذا يأتي دور مصر ودور الأشقاء في الأردن على كسر هذا المخطط، لأن الصهاينة يتحدثون من مفكرين ومؤتمرات للأمن القومي في جامعة بار إيلان وغيرها تتحدث بشكل صريح عن هذه المخططات. إذن الذي لا تعلن إسرائيل صراحة أن هناك مشروع استثماري من إعادة احتلال قطاع غزة، جزء له علاقة بالالتفاف على قناة السويس ونقل الغاز، وجزء له علاقة بنهب خيرات الشعب الفلسطيني. أستاذ ماهر، لو انتقلنا إلى جانب آخر وهو ما تتحدث به قيادات حماس، على سبيل المثال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان يؤكد أنه لا تفاوض ولا تبادل للأسرى إلا بوقف القتال، هل تعتقد أن الدور الأوروبي والأمريكي قد حضر هنا في بعد حديث عن ربما ضغوط أوروبية تمارس على بنيامين نتنياهو؟ يعني فقط أريد أن أضيف إلى ما تفضل به الضيف الكريم نقطة متعلقة في قضية الاقتصاد. نعم، أنا أتفق أن هناك شيء متعلق بملف الطاقة وبحرب الطاقة، مرتبط أيضا بما يجري في قطاع غزة، ولا يمكن أن نفصل الاقتصاد عن السياسة في هذا الأمر. وأضيف إلى ذلك أن هناك تم التحديات متعلقة بالممر الهندي الأوروبي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية كتحدي إلى الممر الآخر الذي يعني تحاول الصين أن تقوم به. وبالتالي لا شك لا يمكن أن نستبعد هذا الأمر على هذا الموضوع وعن كل الخطط الموضوعة. وأيضا هناك يعني الغاز الموجود على سواحل قطاع غزة هو غاز حقيقة سهل استخراجه، لا يبعد سوى حوالي 30 أو 36 كيلومتر عن قطاع غزة، وهو يوجد في أعماق ليست عميقة جدا. وبالتالي أيضا هناك قد يكون يعني أهداف متعلقة في قضية الطاقة والغاز. طيب، هذه نقطة. النقطة الأخرى المتعلقة في قضية الأسرى، أنا أعتقد ملف الأسرى القضية ليست مرتبطة في الضغوط الأمريكية والأوروبية، لا، بشكل واضح وصريح هناك إسناد ودعم أوروبي وأمريكي للموقف الإسرائيلي، لكن الموقف المقاوم القوي على أرض الواقع وفي الميدان هو الذي يفرض هذه الشروط وهو الذي يرفع سقف هذه الشروط. واليوم يعني اليوم سمعنا تصريحات تتعلق بأن هناك ثمة يعني نقاش داخل أروقة الكابينت وداخل أروقة يعني هذه الحكومة الإسرائيلية عن الحديث عن أسماء نوعية في هذه الصفقة التي ممكن أن تتم بعد فترة. وبالتالي يعني عندما تتحدث الحكومة الإسرائيلية عن أنه بدأت تفكر بنقاش أسماء نوعية في هذه الصفقة، هذا يعني أن هناك ثمت صمود على أرض الواقع، هذا يعني أن هناك ثمت قوة في الميدان، هذا يعني أن هناك يعني أوراق قوية تمتلكها المقاومة هي التي تجبر الطرف الآخر على التفكير بهذه الطريقة. أما أن نتحدث عن ضغوط أمريكية وأوروبية، فأنا أعتقد ليست الضغوط الأمريكية والأوروبية هي التي تدفع الكيان الاحتلال إلى التفكير بهذه الطريقة، وإنما يعني الأرض الواقع والميدان هو الذي يفرض مثل هذه القضايا. دكتور محمود، رغم دعم إدارة بايدن للاحتلال، ولكن هل تعتقد أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة
ربما بات أقل تأثيرا من ذي قبل، تعتقد ذلك دكتور؟ لا، هذا صعب، لأن تشكيلة الحكومة الأمريكية هي تشكيلة قائمة على تعزيز نفوذ اليهود، كما أن فكر بايدن الذي يفتخر دائما بأنه صهيوني، وهذا صرح به أيضا قبل 3 أيام، قال صحيح أنني مسيحي ولكن أفتخر أنني صهيوني. طبيعة نمط أداء الحكومة يظهر أن الفكر الصهيوني ليس فقط لدى بايدن، بل لدى أجهزة الاستخبارات والمستشارين ووزارة الخارجية هي من تتحكم في الأمور، كما أن السياسة ليس فيها أخلاق. نحن نتحدث عن استحقاق انتخابات رئاسية عام 2024، أي تفصلنا عنه بعض الأشهر، وبايدن ليس بوضع أن يخسر اللوبي الصهيوني ولا أن يضحي بالنفوذ التي يقدمها اللوبي الصهيوني، وقدرته على ترجيح كبة هذا أو ميزان هذا الحزب ضد ذاك. فأنا أعتقد أن الأمور للأسف الشديد ليست إلى صالح الشعب الفلسطيني، وبالذات أمام حالة هذا الوهن والهزل الذي نجده من صناع القرار على مستوى عديد الدول الإسلامية التي لم يعد بمقدورها أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى لإسرائيل لا، ولا أن تصارحها بأن ما يحدث ويشكل نوعا من الإحراج والضغط الشعبي، وأن قد يكون لديه مردود أمني خطير على المستوى الاستراتيجي. دائما ما كانت تتحدث إسرائيل وأمريكا عن موضوع الإرهاب ومكافحة الإرهاب، أليس ما يحدث في قطاع غزة هو إرهاب دولة؟ أليس ما تقوم به الدولة، دولة إسرائيل وأمريكا، بأنه يمثل تربة خصبة للتطرف؟ التطرف يقوم على أساس الجوع والتشريد والفقر، هم يدفعون باتجاه أن تلتقي في الجماعات المتطرفة لهؤلاء الضحايا، لأنهم سيعملون على العوز وعلى الفقر وعلى الإشكاليات والمآسي الإنسانية من أجل ضخ موارد ومن أجل اللعب على وتر هذا الأمر، ومن ضمن ما يستغلونه موضوع الدين. وبات مكشوفا أن كل هذا التطرف الذي مورس في المنطقة كان بضغط وتخطيط أمريكا. كل ما يتم الحديث عنه من جماعات مسلحة من داعش للقاعدة وما إلى ذلك هي من صنيعة أمريكا، وهذا قد تحدث عنه بشكل واضح في الإعلام وحتى من خلال ما يكتب من منشورات على تويتر الرئيس السابق دونالد ترامب. عبر سكايب من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاويش، وعبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف، شكرا جزيلا لكما.